هلام يا حلوين، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وتشوفوا هذه لا فيديو. في نسير لا فيديو تاعنا كما العاده فيها تحديات رسم والفن والابداع وكل هذه المواهب. سو اول حاجه قبل ما نبدا ان شاء الله تكون مشاهده ممتعه، وما تنساوش بليز لايك والاشتراك تقديرا لتعبي بزاف راني تعب. ودوكا يلا نبداو. دائما قبل ما نبداو لي فيديو تاعي نديركم انبوكسينغ على ادواتي اللي شريتهم. فاول حاجه هذه ستيك نوت ملونه نكتب فيها ملاحظات وهكايا. ثاني هذه الاوراق البيضاء كصغيره، عندي بزاف منهم فحبيت نوريهم لكم. ثاني هذو المساطر، عندي هذا المسطره خشبيه 30 لاني مساطر بزاف راني نسحقهم. وثاني هذه المسطره الحديديه فريمون مليحه ننصحكم بها للرسامين او الاشعار. حتى هذا الدفتر فيه الاوراق البيضاء خفيفه ينصح به لما نرسم به ولكن ماشي بزاف. اوراق شفافه واوراق ملونه لاني نخدم بالاشغال. وثاني هذا المجلد باش نحط فيه رسوماتي. وثاني هذه الاوراق الملونه هكا بالبغيون فريمون دو شابي. وثاني صحن الالوان المائيه فخشبي فريمون مليح. وثاني عندي هذو الاوراق البيضاء من ماركت كونسون وثاني تيكنو. فهذو الماركات فريمون ننصحكم بهم لانهم جميل شابين وتان مخصصة للألوان المائية. دوكا يلا نبدأ بالرسمة تاعنا. جبت هذا الكراس مخصص بالألوان المائية ودوكا يلا نرسمه. أي قبل ما نبدأ بيان سيغ نبدأ نرسمه دوكا تانجيرو كامادو هكا اسمه واقيل مهم. فهذا هو حين رسمه. سو ما درتلكمش الخطوات سامحولي. فمهم الصح هو انه اللونه، فدرتلكم فقط خفيف خفيف هكا الرسم. ودركا هذه هي النتيجه. دركا يلا نبداو نلونه بيان سور. وخليت هذا التلوين حتى الغمن داك. ثم يلا نبدا دركا غمن داك نلونه. دائما اول حاجه نوريكم الادوات اللي حنستعملهم. هذو الماركر من ماركت تيكنو 12 لون، وتان ماركر من فابر كاستل هذه وريتها لكم السمانه اللي فاتت في الفيديو فبزاف شابه نصحكم بها. تان الواني الخشبيه من ماركت تيكنو 48 لون فهذه هي كل الواني. وايضا فرش تاعي وجهزت كل الالوان ويلا نبدا ونرسمه. فهذه هي رسمه وبديت رسمت غششت رسمت العينين والرقبه. ودوك نجهزوا الماء ويلا دوكا نبداو بالبشره بيان سور. درت هذا اللون، اللون فريمون عجبني ما باليش سو جربته في ورقه. ودركا يلا نبداو. اول حاجه هذه اللون، هذه الدرجه الجميله كيف خدمتها، درت اللون اصفر زدت لها اللون الابيض ومن بعد موراها خرج لي هذا اللون الجميل الفتان فريمون رائع. بالنسبه للون الابيض ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش بارد، ولكن اللون جدا خرافي. نسوق نورمالمون كاع حفظتوها. بعد قبل ما تنشف لون البشرة نديرو الخدود. فهذه حاجة مهمة بزاف انا نحب ليها، ولكن جبت العيد شوية وكثرت. ودركا يلا نخليوها تنشف. بعد ما نشفت لي كما راكم تشوفو نديرو الظلال. الظلال بيان سوغ دايما نقولكم الأماكن تاعها ونورمالمون حفظتوهم. فالظلال درت لون البشرة زائد سدتلو شوية من اللون البني وخرج لي هذا اللون الجميل. دركا أول حاجة الأماكن الظلال هي تحت الرقبة وبين جوانب الوجه وتان تحت الفم وفي النيف وتحت الجف وتحت الحواجب وتحت الشعر وكل هذه الأماكن. فلما تقدوا مشي غير هذه الأماكن تقدوا تزيدوا أماكن واحدة أخرى على حسب الشخصية وحسب الرسمة اللي رسمتوها.
كشفت بيان سور نديرو دوكا الوشم. هذا الوشم اسمه ولا ما بيش خريطة؟ المهم هذا الوشم دوكا درنا له اللون الاحمر بيان سور، وماد موراه درت له قلم هكا رصاص من 3 بي دوك نوريكم باش ندير بيه الظلال باش يعطي هكا لمعة بصح هكا زعما مهم لمعة وهكا ابراز للرسمة. فبالنسبة للظلال انا انصحكم لازم 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 نديره لانه مهم. ملاحظة ملاحظة مهمة، الوان الظلال هي اللون البرتقالي واللون البني، وما بيش اذا كان كاين واحد اخرين، ولكن هذو الالوان اللي ملاح الظلال فننصحكم بهم. والالوان الاضاءة بيان سور هي اللون الابيض واللون الاصفر، وانا يا زدت دوك نوريكم درت اللون الفضي مع بيش اذا زعما مليح هكا كلون لون اضاءة فصحوا لي في التعليقات. فهذا هو الالوان الاضاءة والظلال. بديت رسمت هذوك المناقش تاعو ودوك نبداو بالسترة بيان سور كما كنشوفوا هذه اللي راني نلون على نتاع باللون المرمادي، ومن بعد موراها دوك تشوفوا كل التفاصيل ما نقعدش غير نهضر وتشوفوا كل هذه التفاصيل التلوين. حبيت نعطيها لكم كنصيحة، فماشي لازم تلونه فقط بالألوان الماركر، تقدروا حتى تلونه بالألوان مائية أو حتى الألوان الخشبية أو أي لون أن تحبوا تلونه به تقدروا تلونه به. أنا فقط محبش لون الألوان الخشبية غير باش نربح الوقت، ولكن بالنسبة للألوان الخشبية تان مليحة فقاع هما الملاح فكما تحبوا تلونه بهذه 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 لا ما قدرش يسف لأنه شرحي مع وقت. فعلاً والآن المهمة المستحيلة وهي تلوين الشعر. فعلياً أنا ما نحبش لون الشعر لأنه صعيب بزاف، ولكن للأسف معليش. أول حاجة بديت بطنجرة بيان سور والألوان مخلوطين في شعره، لون أسود وهذا لون أحمر وهذا لون أحمر صامت بزاف. أول حاجة بديت باللون الأسود كظلال لون ظلال، وكما كنت تشوفوا حددت كل أماكن في الكيك وتنصم. من موراها درت الالوان دوك زعما دوك نوريكم التلوين هذاك اللون الاحمر. دوك نقول لكم شنو هي كيف وصلت لهذيك التدريجه. اول حاجه واش درت هي اللون الاحمر زدت له شويه من اللون الاسود، ومن موراها درت هذا هو اللون كما راكم تشوفوا. ما باش الى هذا اللون صح زعما هذا هو اللون الاساسي اللي زعما هذا هو اللون اللي يديروه الشعر طنجيرو، فانا درته خلاص.
حبيتان نسيت عفسة مهمة. شكرا شكرا جدا على دعمكم لي، وصلتوني الى 150 ابوني بغير ما فرحت، فصح هي قليلة وتقولوا لي امي كنت هذه تفرحي بها، ولكن جدا فرحت وما تبقى فرحة بحقيقة. فشكرا جدا لدعمكم لي، اتمنى المزيد. وكما كم شفتوا هذه هي النتيجة، ضدت الخلفية، ضدت اللون، ضدت التعديلات، وهذه هي النتيجة. ان شاء الله تكون عجبتكم، ولايك واشتراك، ومع السلامة.